الفساح لي، انا سميت الركن ده امتحان التلفزه الوطنيه. امتحان بمعنى انت منشطه قديره ومنشطه عندك 15 سنه في التلفزه الوطنيه، انت تعرف معايير التلفزه الوطنيه في خضم المعايير اللي تخلطت والفوضى السائده في البرامج التلفزيه. يعني انا غدوه نحل عيني نلقى طفله ما عندها حتى علاقه بالاعلام تقدم في برنامج، او رجل نفس الشيء. يعني في خضم هذه الفوضى قعدت التلفزه الوطنيه صراحه، وشويه قناه حنبعل، وقناه حنبعل ايضا انا عندهم معايير مهنيه مع بعض التلفزيات الاخرى، زاد مش ملوموش الكل، مش الكل، حتى التلفزيات الخاصه عندها معايير، لكن معايير التلفزه الوطنيه عندها خصوصيه خاصه. انا استغربت كي ريتك اشتحت في البرنامج، قلت يا ربي ان شاء الله ما يعملوا ليش مشكله. لا والله انتم ماخذين فكره علاش احنا رانا ليه ما نعرفش ما نعرفش دي جون واوبن ليه بالعكس معناها واضح كيف شغل كل مقام مقال معناها قدمت انا معناها المنوعات الكبيره وغنيت وشطحت وكنت مع اصحابي معناها وعبرنا معناها بطريقه حلوه اللي تدخل للديار بطريقه مزيانه فهمت مش طريقه البوز اي ليه البوز هذايا ما عندناش في قناتنا يلا باش نعطيك تو بعض الصور وتقول لي هذا ينجم يخدم في الوطنيه ولا ما ينجمش ينجم ولا ما ينجمش في الوطنيه ولا في الاعلام في الوطنيه في التلفزه الوطنيه اللي عندها معايير خاصه انا اعتقد عندها معايير خاصه معز بن غربي ينجم يخدم في الوطنيه ولا ما ينجمش يخدم بيان سور معز نحبه برشا ونتعلم عليه لتوا انا طريقته في اداره الحوار وكيفاش معناها فما دي تكنيك احنا نفهموهم بيان سور كيفاش في قناه 21 اي بيان سور اي هما شطر الاعلاميين معناها تقريبا الكل خرجوا من قناه 21 ولا والقناه تونس 7 معز لا بيان سور معز قامه كبيره اللي عنده ما يعلق يقول لي اللي عارض يقول لي اي لا ما عندكمش متعارف لا عندي بالعلق تعلق اي نفسك سريح انت وتعلق يا ولد منظر مجامل انا اكتشفت منظر مجامل معز بن غربيه يبدا ما عادش يتكلم معز بن غربيه فايت الجيل هذا بكل صراحه اه فايت اه فايت بعيد عليهم كل لا مش مجامل هذا خلى من المجامل لا 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 لا, لا. انت تعرف منظر لا معز بن غربيه صراحه معز قيمه ثابته قيمه ثابته يتعلموا عليه ماذا نمشيو للمنشط الثاني شو صوره امين قارة المنشط الثاني امين قارة أمين هل ينجم يخدم في الوطنية ولا ينجم يخدم في قناة خاصة؟ أمين مع احتراماتي ليه ونحبه أمين يكون كان راديو بالنسبة لي لا راديو فما ناس يكونوا تلفزيون فما ناس يكونوا راديو فما ناس لكن هو نجح تلفزيون أنت قلت لا نجح بمقياس بالجروب الفرجة بالجروب اللي معاه فما مكملات في البلاتو اللي هي خليته تنجح مش وحده نجح بالباز وبرشا حكايات راهو يخدم خدام وباهي برشا امين ونحبه برشا في الراديو في الراديو كيما ابو بكر عكاشه نحبه كان في الراديو في الراديو واضح انا بدي نقعد بيت في امين قارة علاش يعمل في التلفزه معناها بصراحه يعمل راديو خير في الراديو ناجح محلاه في التلفزه ساعه ساعه تشوف سبونسور يتعدى الجمعه الكل في نهار امين قارة ما يتعداش سانسيرمون دونك انا راه في التلفزه حتى راهو امين مثقف وكل لكن ما يعكسش شخصيه امين في التلفزه يعمل في حكايه اخرى ما عرفش شنو هي وربي معاه شكون اللي عنده تعليق؟ ما عندكمش تعليق، نمشي للصورة الثالثة. الصورة الثالثة عادل بوهلال زميلنا كان في قناة واحدة في قناة حنبعل والآن في قناة التاسعة. عادل بوهلال ينجم يكون في قناة في الوطنية نجم بيان سور عادل صديقي ونحبه برشا وانسان كيف متمكن من البلاتو نتاعه ويعرف شكون يستضيف ويعرف يختار السوجي نتاعه ويعرف بعلاقاته وبصحابه وبكل شيء بيان سور يكون في الوطنيه عادل اي لا عادل ولا كونفيرمي على كونفيرمي فخامه وفخامه وتمكن وتربيته زاده تربيته وتربيه واخلاق وكل شيء نمشيو انا فهمت رزوق قبصتك يسكت في واحد معناها ما يحبش يقول ما يحبوش اما انا كي يتكلم انا يتكلم سليم تفيق فيها مع مين قال لا علاش زميلنا مين قال بالاخير شكرناه مين قال نمشيو للصوره المنشط الرابع هادي زعاي هادي انسان بالحق خدام بطريقه غريبه تلاقينا في قداش مناسبه في تونس وخارج تونس هادي مقسوم لشيرتين مالوغوزمون فما شيره فما ثنيه خذاها ما نعرفش فما خلينا نقولها بصراحه ما تعرفني ما نجملش وما نكذبش فما دخلت صحبه ومعارف وبرشا حكايات اخرى مالوغوزمون انا ما حبيتش فيها
لكن كوتي بروفيسيونيل هادي انسان خدام خدام على الاخر. معناها مش كوتي علاقات نعرفش فما فما برشا عبد الرزاق عطانا نسال بس انا اسالني برشا عبيد برشا عبد الرزاق اللي عنده تعليق فما مناشطين مقدمين برامج ولا معدين فما اسماء كبرت معاهم. تعرف انت المنشط اذا يحب يطلع اسمي يطلعوا اذا يحب يحطموا يحطموا بطريقه او باخرى. لا تو برشا تلف زمان نجمش منشط يحط. لا لا فما هذاك كي كان تلفزه واحده. اما نجم انا نجيبك يعني اذا ما تعداش عند اكس يتعدى عندي. لا اما نجم نجيبك لا نجيبك 100 مره معناها نجم ندورك انا نفس القناه ندورك نجيبك ما ما الجمعه هذه لا ضحك جمعتين عاود نجيبك نفس شنو جديدك هو نفس جديد معناها احنا نعرفوا الخير. في القنوات الخاصه هذوما نحكيو عليهم توا كل فهمتني بصراحه بالوجوه يجيبوا نفس الفنانين قاعدين يدور السيركل يقول لك هذاك اللي يبيع مش يبيع يلزمنا نفهموا المنشط. ما هو عندنا جديد نجيبوا اغانينا وجديد ما يحبوش يجيبوك بالحق. انا كي نطلب مره مع هموما مره واحده طلبت الصاغت لا بالحق الواحد تاريخه يزي يقول 30 تبارك الله وموسمه والعباد وخدمت في العالم كامل مش منقعد نستنى ما نمشي يجيبني هو يرضى عليه ولا ما يرضاش سي سا فوالا هاك انت الفنانين الكل رزوق تجيبهم صراحة الرزوق يجيب الناس الكل. بالنسبة للهادي عنده زوز قلوب يحس ياسر دونك إذا كان تبدا عندك معاه إشكالية كيفي أنا ما عادش تلقى روحك في فكرة سامي الفهري. يدخل عنده زوز قلوب يحس ياسر يعني يدخل علاقاته العاطفية مع العملية بينما نوف الورتاني ما عندوش قلب جم تبيع له يجيبك تبيع له. أنا انقدته بشدة نوف الورتاني الجمعة اللي بعدها قل له يقول لي ما في باليش بيك سبيتني ولا قلت نوف ما عندوش قلب في الخدمة. هادي زعيم عنده زوز قلوب يحس ياسر حتى على خزر على رياكسيون يحاس. لا بصراحه تطلب منه حاجه باش ما تتعداش ما يعديهاش اذا تمس بطرف او تمس بالاخلاق الهادي زعيم. لا لا نحكي على علاقه علاقه ينحيها بصراحه نحكي على العلاقه الخاصه بتتر يحس حس ياسر على كل على كل هذا لا ينقص من قيمه منشطينا بالطبيعه. اي نمشيو الرقم خمسه حسان بالواعر. حسان ولد الاذاعه وزميلنا وطفل دافي برشا ومحليه وخدام ويخدم بقلب ورب. حسين كي يهبط يهبط على الخدمه بقلب ورب ما عندوش هكا الخبث الاعلامي. فما حاجات معناها احنا نخدموا بها شويه تكتيك. حسين هو كيما هو معناها على طبيعته على طبيعته على طبيعته حسين هذاك طفل 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 حسين طفل. رقم سته مقدمه برامج سياسيه في قناه مقدمه برامج سياسيه اعطيوني صوره في قناة حنا بعل. إيمان 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 تخدم في الوطنية وتنجم ولا ما تنجمش؟ بيان سور إيمان بيان سور إيمان تعجبني فيها ما ترحمش تعطي تو. أنا مثلا لانفيتي سياس معناها حتى كي ننقد بالسياسة لا إيمان لا ديريكت إيمان ما يكبر في عين حد معناها تعطي تعطي معناها فما فما ما فماش ما فماش بروفيسيونيل على الاخر ما نحبها برشا. انا خدمت لها خدمه في فرحه. تحيه الكبيره تحيه لها كبيره ياسر وتوفيق جميل. قولي عبد الطالب بصراحه ايمان معناها قول على مسؤوليتها نمبر 1 في الحوارات السياسيه. أي. أي. واللي يزيد يقرب لايمان يعرف مدى ثقافه المراه ذيك حلوه برشا الحق. مهلوبه نمشيو الاخر مراد الزغيدي يخدم في الوطنيه ولا ما يخدمش؟ مراد يخدم علاش ما يخدمش؟ مراد صاحب الابتسامه الجميله مراد الخدام مراد نعيب عليه حاجه واحده انه تعرفش كي حب يرجع بقوه دو فاسون حتى كي تبدا في لما نتاع ديزانيماتور تو كيما تيليتون عملناه في الاخر انا خدمت العشيه وزملائي يخدموا في الليل ومنهم معاهم مراد. مراد يحب يحتكر الكلمه ويفكها ديجا حمزه اسماء اي متعطش اما هابط بقلب رب شخصيته هذيك هي اللي عنده يحب يقول ويحب فهمتني اما طريقته في الخدمه محليها بالضحكه وكالكان بروفيسيونيل معناها. بصراحه نشكرك برشا على صراحتك. لا 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 ل